دي حكايه بقى نائب رئيس لجنه الحكام. انا سواء انا داخل الشباب قالوا لي خلاص كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام، نائب لكلاتنبرج في لجنه الحكام. يعني كان انا طبعا كنت قدمت اعتذار من فتره، صحيح، وبعدين مستر مارك كلمني وقال لي عايز اقعد معاك واتكلم معايا بمنتهى الصراحه، وانا قلت له انا مشكلتي اللي انا موجود في الدوري الممتاز في القسم الثاني، في القسم الثالث ما عنديش مشكله لان كلها انديه محترمه وده كله شغل برضه لصالح التحكيم المصري. لكن انا برضه حبيت افهمه واعرفه ان انا الحمد لله رب العالمين اسم كبير في تاريخ التحكيم المصري، طبعا فعلى الاقل يكون وجودي نائب رئيس اللجنه. انا لا اطمح في اي حاجه، اللي انا مثلا بالعكس هشتغل معاك بمنتهى الاخلاص، عايزك تنجح طبعا، اكيد طبعا، مش من طبعنا الخيانه ابدا ولا عمرنا كنا كده ابدا. فقال لي انا ما عنديش مشكله، انا هعرض على المجلس وما عنديش مشكله خالص. لا هو وافق يعني، هو خلاص هو كلم المجلس والنهارده كان عندنا قعده تاني. فقال لي انا كلمت المجلس والمجلس مرحب جدا بهذا القرار. يعني عظيم جدا. طيب ليه حضرتك اعتذرت؟ انا فهمت انت رجعت ليه، بس اعتذرت ليه؟ اعتذرت عشان رجعت ليه؟ ما انت لو السبب اللي انا رجعت ليه هو اللي انا اعتذرت عليه. لان انا ما حسيتش بالتقدير الكافي. مش حاسس بالتقدير الامانه. طبعا بعد خدمه التحكيم المصري كل ده، لا كان لازم يبقى في تقدير، كان لازم حد يقعد معايا ويكلمنا في الاول، مش انا بس، انا والكابتن تامر دري والكابتن ايمن دجيش، اتنين من نجوم التحكيم المصري. طبعا كابتن تامر ده محاضر دولي على مستوى عالي جدا، طبعًا. ايمن جديجيش ده عميد مساعدين افريقيا. صحيح. فحسينا ان احنا يعني القصه ما كانتش لا تليق بينا بعد التاريخ ده كله. وهو تفاهم الموضوع، ولما انا طلبي تم الاستجابه ليه ما عنديش مشكله، لان انا قلت انا في خدمه التحكيم. وحتى لو انا بره اللجنه انا مساند التحكيم ومساند اي حد يكون موجود، معروف عنك كده، لان دي بلدي. صحيح. وبلدي انا اخدم في اي مكان. صحيح. وشرف ليا ان اكون في اي مكان. طيب